الحديث الأربعون عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يتعوذ من الجان يعني من شره، من الجنة والناس. وعين الإنسان، العين هذه لضررها، فكأن يقول مثلا: أعوذ بالله من الجان والحسد والعين مثلا. لما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أغنتا عن كل شيء، فأخذ بهما وترك ما سواهما. في الرقية، في دفع البلاء أو رفع البلاء، وهذا من جوامع الاستعاذة المعوذتان، وفيه بيان الفضل العظيم لهاتين السورتين، حتى قال عليه الصلاة والسلام لرجل: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، رواه داود والترمذي وحديث حسن. من كل سوء، من كل شر، تغنيك عما عداها. المعوذتان لم يتعوذ متعوذ بمثلهما قط. قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وفي رواية: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه النسائي وحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي عابس الجهني: يا ابن عابس، ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين، رواه النسائي وحديث صحيح. إذن المعوذتان لا يستغني عنهما أحد، ولهما تأثير خاص في الرفع والدفع، دفع العين، دفع السحر، دفع سائر الشرور، الأمراض، الشياطين، الجن، الصرع. تضمنت المعوذتان الفلق والناس الاستعاذة من الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل في هذه الاستعاذة.